ورجعنا لكم تاني مشاهدينا في برنامج دردشة مع يسرى. معانا الأول مداخلة تليفونية من الدكتور عماد زايد، عضو الجمعية العمومية لأطباء أسنان مصر. طيب، على ما المكالمة تجهز، أنا هستقبل ضيفي الشاعر أحمد عبد الونيس. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بحضرتك. بداية، كلمنا عن نفسك وقولي لنا درست إيه وإيه هي شهادتك؟ أولا أنا أحمد عبد الونيس السيد ناصف، ولدت في قرية صغيرة تسمى قرية الكراكول التابعة لمركز كفر الدوار البحيرة. بفضل الله تبارك وتعالى تخرجت أولا من المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالأسكندرية، ثم بعد ذلك درست اللغة العربية في دار العلوم، ثم بعد ذلك عندما عينت في الأزهر الشريف بفضل الله وتوفيقه درست التربية العام في كلية التربية جامعة الأزهر قسم الدراسات العليا. طيب، امتى اكتشفت موهبة الشعر فيك وازاي نمتها وطورتها؟ أولا اكتشفت هذه الموهبة منذ نعومة الأظفار، أي منذ صغر السن، والحمد لله رب العالمين، لأنني نشأت في بيت يحب اللغة العربية، فكان والدي موجها للغة العربية والتربية الإسلامية. نشأنا جميعا نحن الإخوة على حب اللغة، تشربنا هذه اللغة منذ نعومة الأظفار فأحببناها وصارت منا مجرى الدماء داخل عروقنا. أنا سعيدة جدا جدا إن حضرتك بتتكلم باللغة العربية أهلا الفصحى، وسهلا. اللغة الأم اللي كلنا الله. نسيناها للأسف. طب سمعنا حاجة وطنية عن مصر. طيب، أولا أنا من كثرة ما كتبت من أشعار، الأحداث الجارية التي تحدث حاليا تجعل اللسان لابد وأن ينطق بهذه الكلمات، وبتوفيق الله عز وجل وضعت نصب عيني الجيش المصري فكتبت فيه 7 قصائد الحمد لله رب العالمين. فأول قصيدة سأسمعكم إياها ألا وهي قصيدة إهداء إلى الجيش المصري. طب يلا بينا. جيشنا المصري، جيشنا المصري، عشت شامخا لا يفزعنك ما صنع الكلاب، أناس تهاووا بالنباح عليكم فلتصرخن صفوفكم وقت الضنا كذئاب. أسد أسد بأرض الحما يعلو سيفكم فلترفعن رؤوسكم وسط السحاب. جيش مصر، جيش مصر لم يخف من فجره، إن شككتم لحظة فاسألوا الأنساب. من عاد مصريا، من عاد مصريا فليحفرن قبره خوفا ورعبا يستتر تحت التراب. مصر مقبرة لمن فكر غزوها، تضرب بكل عزيمة تفتح الأبواب. أطعمنا جيوش العدا، أطعمنا جيوش العدا كل مرارة، وصببنا على الإرهاب كل أنواع العقاب. جيش مصر، جيش مصر إن صرخ في فلوة دكت لصرخته أعين الأغراب. علمتم الدنيا، علمتم الدنيا كيف تكون الجرأة، في الحرب أسود وفي السلم أرباب. نعفو ونصفح، نعفو ونصفح في عزة وكرامة، تنظر إلينا الدنا نظرة استعجاب. قوة في غير ضعف، عزة في غير جبن، قوة في غير ضعف، عزة في غير جبن. نعرف متى نمتطي خيل السراب، مصر على الإرهاب كانت صعقة، ودم الفجار حينها كان الشراب. أما الذي يغدر، أما الذي يغدر مبعثر أمنها في حينها تتحول العزة عذاب. احذروا، احذروا يا من أردتم فرقة، فعيون جيشي ترقب بين الضباب. قهرنا جيوش العدا
قهرنا جيوش العدا في كل ساحة وصببنا على الإرهاب كل أنواع العقاب. أيها المصري، أيها المصري، عش في عزة فديارنا محمية برجالها الأنجاب. لو فكر أي عدو في هزها تتحول رموش الجيش وقتها أنياب. قلنا في المقدمة قد إيه مصر وقفت كل جنب كل الدول اللي بتحتاج ليها، خصوصا أحداث لبنان الأخيرة. إيه رأيك في أحداث لبنان الأخيرة يعني من وجهة نظرك؟ أولا لبنان هي ضلع من ضلوع الأمة العربية، وهي عضو من أعضاء الأمة العربية كلها، ولا يستطيع الإنسان أن يعيش أبدا إذا مرض عنده عضو. ولذلك لبنان الآن تعيش حالة من الحزن والأسى، فلا بد وأن نشعر بها. وقد افتقدنا الآن معنى كلمة العروبة. العروبة هي أصل داخل كل إنسان لا بد وأن يشعر به، بداية من حب اللغة العربية التي أهملناها. ولذلك العروبة بدايتها اهتمامنا باللغة أولاً، ثم بعد ذلك نتشابك جميعا كأعضاء الجسد الواحد. طيب انت قلت لي برا قبل ما ندخل ان انت كتبت حاجة عن لبنان، ممكن تسمعها لنا؟ كتبت قصيدة صغيرة جدا اعبر فيها عما يجيش بصدري تجاه لبنان. طب ممكن نسمعها؟ طيب، اولا اسميت تلك القصيدة بيروت تنزف. لبنان يا حسناء ضاع جمالك، للمرفأ المنكوب حسن عزائي، بالدمع نرثي أهلنا شهداءنا، فبيوتهم بيتي أحشاؤهم أحشائي. إن كان في نهر اللطان قدرة، إن كان في نهر اللطان قدرة، حتما تعكر بالنيل ماء سقائي. إن العروبة قد ألم بدارها نزف أحاط بكامل الأرجاء، فاستشعر العرب الجراح تضامنا ما يكفي في لبنان كل ثناء. بيروت تنزف والجراح قوية، والأرض يبكي وبكاؤه كبكائي. لبنان صبرا أصمدي وتجلدي، فالصبر فيه دواؤكم ودوائي. لبنان صبرا أصمدي وتجلدي، فالصبر فيه دواؤكم ودوائي. والله أسأل أن يضمد جرحكم، على الكريم أن يجيب دعائي. الله الله الله، أنا بحب يعني شعب لبنان وبيروت، وكلنا بنحبه وكلنا قلبنا معاه بعد اللي حصل ده. طيب أنت شايف أن الشعر صناعة أم موهبة؟ لا طبعا، أولا إن تحدث شاعر بغير ما أقول الآن فقد ضل طريقه. الشعر أساسا موهبة تسقله الصناعة. الله، الشعر موهبة دفينة بداخل صدر كل إنسان يكتب بها وهو صغير، ثم بعد ذلك ينميها. الصناعة. الشجرة لا تنمو بدون ماء، كذلك الشعر لا ينمو بدون قراءة واطلاع. اطلاع على علم العروض، اطلاع على كل شيء بما يخص الشعر. طب بما انك قلت اطلاع، يعني هل انت شايف ان الشعر بيحتاج لدراسة اللغة العربية دراسة كافية عشان يقدر ان هو يبقى شعر؟ اولا اللغة العربية هي اساس فهم كل شيء. الان ولا حول ولا قوة الا بالله، انا لا اقلل من اللغات الاجنبية في شيء، كاللغة الانجليزية او الفرنسية او الالمانية. من عرف لغة قوم أمن مكرهم، ولكن تركنا اللغة العربية التي هي الأساس. اعتززنا قديما باللغة العربية،
ولذلك تقدمنا. فالآن أدعو كل واحد أن يعود وأن يرجع أبناءه ويعلمهم اللغة العربية، لأن اللغة العربية هي أساس كل شيء. فالشاعر أولا، حتى وإن تحدث بالعامية ووصل إلى قلوب الناس، لابد أولا أن يكون دارسا للغة العربية ويتقن بحورها ويتقن شواطئها، حتى يستطيع أن يبحر في هذا المحيط الواسع ألا وهو محيط اللغة العربية. أستاذ أحمد عبد الونيس، مين حبيبك في الشعر ومين هو مسك الأعلى من الشعراء؟ أولا اللي حببني في الشعر والدي، تربيت على يده منذ أن حفظت على يده كتاب الله عز وجل، جعلني أعشق اللغة العربية، أريد أن أتحدث بها طوال اليوم، وأحب أن أتحدث مع أصدقائي، خاصة الفئة التي تعلمت تعليما جامعيا، أحب أن أتحدث معهم بهذه اللغة لأنها هي الأساس. من هو المثل الأعلى لشاعرنا؟ أولا أنا قرأت كثيرا لشعراء كثر، ولكن أحب أسلوب الشاعر أحمد شوقي أمير الشعراء، لأنني طبعاً أردت بفضل الله وتوفيقه أن أحتذي وأن أحذو حذوه في نهجه وسبيله. طب سمعنا بقى حاجة على ذوقك. طيب، هو أولا أنا كتبت قصيدة أيضا للجيش المصري، كتبت لن نقبل الذل بأرض جدودنا، وكتبت قصيدة أيضا تسمى شهيد يتحدث، وكتبت قصيدة تسمى قصة بطل تدور حول رجل حضر معركة أكتوبر العظيم. لا، سمعنا عن الشهداء بقى. عن الشهداء. طيب، أنا أسمع حضرتك قصيدة هي لأم كان لها ولدان، والاثنان توفيا في الجيش المصري دفاعا عن هذه الأرض العظيمة. فلما فقدت ابنها الأخير في سيناء وهو يدافع ضد الإرهاب الغاشم الذي يريد أن يطيح بمصر، ولكن كان له الجيش المصري بالمرصاد، ألزمه حدوده في كل مكان. ولذلك بتوفيق الله عز وجل أقول: أماه يا أم الشهيد، لما البكاء والصراخ والأنين؟ لما أراك باكية وعلى فراقي شادية؟ إني رفعت إلى السماء بجنان رب العالية، أما بهذا تقنعين وترضي بذاك وتسكنين؟ أم أن البكاء بحرقة سيعيد ما أخذ السنين؟ لا يا أمي، لا يا أمي، افخري دوما بأني كنت يوما للوطن حصنا حصين. هل سمعت يوما بأني فعلت بالوطن فعلا مشين؟ أم علمت يوم موتي أني كنت كالأسد وسط العرين؟ فلما البكاء والصراخ والأنين؟ أم أن هذا الدمع يسقط فرحة أو أنه دمع الحنين؟ شهادتي، شهادتي من أجل مصر واجب، كوني بهذا على يقين. أيرضيك أمي، أيرضيك أمي أن تكون مصرنا في أرضها مثل السجين؟ أو يعبث كل خوان بنا، أو يكون بأرضنا كل غدار لعين؟ لو خيروني عند موتي ألف مرة، لو خيروني عند موتي ألف مرة أن أعيش في بلادي بالمذلة أو أموت في الكمين، لاخترت موتي في شرف أو أن يعيش في البلد كلب هجين. قومي يا أمي، قومي يا أمي وامسحي تلك الدموع، موتي شهادة ترتسم فوق الجبين. فلا أراك باكية يوما علي، كنت فداء للوطن في كل حين. لو كان عندك، لو كان عندك ألف ابن
لو كان عندك 1000 ابن قدميهم للوطن فأجرنا غال ثمين. بلغي كل سلامي للوطن، بلغي كل سلامي للوطن، قولي لهم أن الشهيد غير مدفون بطين، إن الشهيد بأجر موته قد رفع، إن الشهيد بأجر موته قد رفع. ادعوا لأنفسكم أن تنالوا أجرنا، قولي أمين، قولي أمين، فلم البكاء والصراخ والأنين. الحقيقة أنا عايزة أسقف وعايزة أعيط وعايزة أفرح وأحاسيس كتير قوي من شدة جمال القصيدة بجد. عزكم الله. طيب أنا بستأذن حضرتك، هناخد مداخلة سريعة ونرجع تاني. اتفضل يا فندم. معانا الدكتور عماد زايد، عضو الجمعية العمومية لأطباء أسنان مصر. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بيك يا أستاذة يسرى، منورة الشاشة، وأهلا بقناة الصحة والجمال. الله يخليك يا فندم. حضرتك هتنتخب مين في انتخابات نقابة أسنان أطباء مصر؟ طبعا يعني احنا لينا علاقاتنا الجميلة المحترمة مع كل المرشحين، وطبعا كل أطباء أسنان مصر عارفين الأزمة اللي بتمر بيها النقابة والخلافات اللي حصلة بين طرفين المجلس دلوقتي. أنا طبعا هنتخب الدكتور حسام أبو صاطي، مساعد وزير الصحة لشؤون الاتصال السياسي وشؤون المجالس النيابية، وده علشان أسباب كتيرة جدا، منها أن الراجل ده تعب جدا وكافح في حياته قوي من ساعة ما تخرج من طب أسنان اسكندرية، وبعدين بدأ شغله كطبيب أسنان عادي، وقبل المعاناة اللي بيعانيها أطباء الأسنان في مصر، وبعدين بدأ يترقى بجهد وتعب واشتغل على نفسه كتير جدا لحد ما بقى أول طبيب أسنان مدير عام للمستشفيات في ديوان عام وزارة الصحة، ثم وكيل وزارة الصحة لمحافظة الشرقية، ودي كانت أول مرة تحصل في التاريخ كطبيب أسنان يتولى هذا المنصب، ثم هو دلوقتي مساعد وزير الصحة برضو كأول طبيب أسنان أنه يكون مساعد وزير الصحة لشؤون الاتصال السياسي. بجانب ده بقى هو الدكتور حسام يعني ليه مواقف كتيرة جدا، وقف فيها مواقف إنسانية ومواقف شخصية، وقف فيها كتير جدا جدا مع أطباء أسنان مصر وقدر يخدمهم. الراجل الدكتور حسام بيمتلك من الصفات والآليات ومدرك جدا جدا للمشاكل اللي بنعانيها احنا كأطباء أسنان مصر، ومدرك وفاهم من خلال وظيفته ومنصب داخل الوزارة ازاي المشاكل دي تتحل، وازاي يكون قناة اتصال ما بين الحكومة ممثلة في وزارة الصحة وما بين النقابة ومطالب واحتياجات أطباء الأسنان. أنا شايف أنه أفضل حد ممكن يتولى في الفترة دي مقعد النقيب العام لأطباء أسنان مصر هو الدكتور حسام أبو صاطي. دكتور عماد، إحنا عرضنا فيديو للدكتور حسام أبو صاطي في أول الحلقة، عاوزين نعرف إيه هو برنامجه الانتخابي سريعا. والله أنا هكلمك، وطبعا إحنا عندنا حاجات كتيرة جدا يعني أنا شاهدتها للدكتور حسام وتابعناها وكل أطباء أسنان مصر تابعوها. من أهم النقط اللي خلتني مصر على دعم هذا الرجل المحترم الدكتور حسام أبو صاطي كانت نقطة الدراسات العليا، وإحنا عندنا مشكلة كبيرة جدا في موضوع الدراسات العليا، إن إحنا عندنا أعداد قبول أطباء الأسنان في الجامعات المصرية أعداد محدودة جدا. فدوت يعني برنامج الدكتور حسام بيشتغل على النقطة ديت، انه يفتح لنا كمان برنامج الزمالات المصرية. طبعا عارفين اطباء البشريين الزمالة ليهم في كل التخصصات، يعني الزمالة عندنا في تخصصين بس، يعني تخصص جراحة الوجه والفتين وتخصص طب اسنان الاسرة. فالراجل شغال ان شاء الله باذن الله الدكتور حسام مصاطي هيشتغل على انه يفتح تخصصات طب الاسنان للزماله المصريه في تخصصات كتيره زي التقويم والاستعاده الصناعيه والتركيبات الثابته والمتحركه، وهو دارس الموضوع ده كويس وعنده حلول واقعيه يقدر ينفذها من خلال التعاون مع الوزاره ومع الجامعات المصريه. طبعا كمان نقطه التدريب ونقطه ان في دكاتره كتير جدا جدا
بعد ما بيتخرجوا ما بيلقوش مكان مجهز تجهيزات طبية جيدة علشان يتخرج منها كطبيب أسنان بشكل يليق انه يعالج المريض المصري. دكتور حسام، موضوع الزمالة ده يعني هيفتح فرص تدريبية كبيرة جدا جدا لأطباء كتير جدا على مستوى الجمهورية. كمان موضوع فرص العمل بقى، أطباء الأسنان دلوقتي بيتخرجوا طبعا متطلبات الحياة والالتزامات الأسر، وطبعا احنا عايشين فترة من موضوع الغلاء والاقتصاد على مستوى العالم كله، فالراجل عنده برنامج لتوظيف أطباء أسنان مصر في دول إفريقيا. انت حضرتك يا أستاذ يسرى عارفة ان دول إفريقيا عندها عجز شديد فأطباء الأسنان، ده حقيقي يا فندم، ده حقيقي. عنده بروتوكول، طب شكرا لحضرتك جدا. عنده بروتوكول تعاون ما بين وزارة الصحة ووزارة الخارجية ان احنا نخلق فرص عمل في الدول الإفريقية. أي شكرا لحضرتك جدا أستاذ دكتور عماد. مشاهدينا هنتكلم في موضوع مهم جدا عن الديكورات. البيت مش بس بعنوانه، البيت كمان بديكوراته وألوانه. مفيش عروسة أو ست بيت ما بتحلمش إن هي تغير ديكورات بيتها وكمان يكون على قد الإيد وتدي بيتها طاقة وروح وحياة. ومع شركة سكيب للديكورات مع المهندس أسامة سعد الحلم ده هيتحقق. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بحضرتك يا فندم. طيب كلمنا عن كرسي عيش العصفورة، منين يعني بيتم صناعته وإيه المكونات اللي بتدخل فيه؟ حضرتك العيش العصفورة بيتكون من هو حديد، عشان احنا بدلنا الشغل البامبو القديم ده عشان كان بيبوظ من الشمس وبيفص والمسامير اللي بتعملها دي كانت بتصدي، فاحنا لغينا شغل البامبو ده خالص وبدأنا في شغل الرتان. الرتان ده اللي هو بيبقى عبارة عن حديد ونلف عليه الرتان، وصنعنا منه عيش العصفور، وصنعنا منه مراجيح اللي هي الجاردن بتاعت الحديقة، وصنعنا منه أطقم رتان. كل منتجات الأوت دور اللي عندنا بنصنعها من الرتان ده. الرتان ده منتج بلاستيك معالج ضد الشمس ان هو يتحمل درجة حرارة عالية جدا. فده هو المنتج بتاعنا. تمام. طيب كلمنا عن حمام السباحة، ازاي بيتم تركيب فلتر حمام السباحة؟ حمام السباحة الوقت الجديد عندنا في مصر، او فترة ان في مصيف اتمنعت وكله بقى في البيت دلوقتي، فاحنا قدمنا للعميل بتاعنا حمام السباحة. في منه مقاسات كتيرة جدا، تبدأ من مقاس ارتفاع 44 سنتي وبعدين 66 سنتي و 76 سنتي، كل دي ارتفاعات، ومتر ومتر وعشرين. يعني بدأنا من الطفل اللي عنده 3 سنين، الطفل اللي لحد مثلا 10 سنين موجود، البالغين الكبار برضو بينزلوا حمام السباحة ده. تمام. ده تركيب الفلتر؟ تركيب الفلتر أنا في فيديو موضح له طريقة التركيب. تمام. احنا كده اتكلمنا عن تركيب حمام السباحه نفسه صح كده، واتكلمنا عن تركيب الفلتر. طيب اتكلمنا شويه عن النجيله الصناعيه. النجيله الصناعيه دلوقتي بقت حاجه مهمه جدا. لان احنا استبدلنا كان زمان بنشتري مثلا سجاده في الجنينه. وبرضو هي اسعارها بتبدا من كام؟ عندنا اقل سعر بيبدا منه اللي هي 3 مللي دي بتبدا من 55 جنيه. يعني سعرها مناسب لكل اي بيت مصري مناسبه له. هل ليها انواع معينه؟ في اللي هي الصناعات، في صناعه مصري طبعا ده اول حاجه، وفي الصناعه التركي وفي الصناعه الهولندي. طيب احنا ازاي نحافظ عليه؟ نحافظ عليها ان احنا مثلا كل فتره ما نسيبهاش للتراب ياكلها. كل فتره زي ما بنتعامل مع السجاد بالظبط بنتعامل مع الايه النجيله. من ناحيه التنظيف الجاف بننظفها بالمكنسه، من ناحيه الغسيل فهي مثلا كل فتره ما تلاقي لونها بهت او حد ان لما تعفر كتير بنغسلها زيها زي المكت. طيب احنا عايزين نتكلم شويه عن الرتين، زي السرير الرتين، الركنه الرتين، كرسي الحديقه اللي هو المرجحه الرتين. ما هو احنا عندنا دلوقتي مقاسات. بالنسبه لكرسي الحديقه او اللي بنسميه عش العصفوره او عش البلبل دوت، في منه مقاس من اول 85 سنتي عشان الاطفال اللي هو العرض، وفي اللي هو مقاس متر، وفي مقاس متر وعشرين، وفي مقاس متر 45، كل دوت عش واحد. في اللي بيتحمل 100 كيلو، في 150 كيلو، في 200 كيلو، لحد 350 كيلو. تمام. طيب يعني كلمنا اكتر عن العروض وانظمه التقسيط اللي عاملاها شركه سكيب للديكورات. واحنا الفتره ديت منزلين مسابقات كتير قوي على الجروب بتاعنا او صفحه الشركه بتاعتنا. اول حاجه الترند اللي نازل اللي هو شغال
اللي بيتكلم كم شير واكسب مرجح، فده موجود. ودلوقتي احنا بنشوف طيب صناعة، احنا دلوقتي بنشوف صناعه كرسي عيش العصفور. مظبوط، عشان برضو المطبخيه بتاعتنا دوت من مصنع بتاعنا. ده فيديو بيوضح طريقه الرتان، اصل ما حدش عارف الرتان يعني ايه. ده العش بتاعنا اللي بنتكلم عنه، والرتان بتاعنا ده بعد ما خلص الفينش بتاعه. اه تمام كده. الاحجام بتاعته بتبدا من زي ما قلت لحضرتك من 85 سنتي من المتر، المتر و20، 145 سنتي. تمام. كل دوت ايه بتاع عش العصفور. طيب احنا عايزين نرجع تاني لحمام السباحه، ازاي بيتم تنظيفه وتركيبه؟ تنظيفه وتركيبه عندنا في فيديو المفروض يظهر. لاول حاجه احنا هنركب حمام السباحه ازاي، لان العميل بياخده من عندنا بيبقى خايف. لان حاجه جديده عليه، ازاي يركب حمام السباحه من غير ما يبوظ حاجه، او هو تركيبه سهل جدا، بس احنا مضطر نبعت فني يركبه للعميل. طيب. علشان يتجنب اي اخطاء بعد كده، لان طيب. في وصلات بتركب للفلتر، في وصلات بتركب للصرف، في وصلات بتركب للملي. تمام. طيب هل يعني احنا اللي محتاج يركب حمام سباحه ده، هل محتاج مثلا فيلا او مساحات واسعه، ولا ممكن في البيوت العاديه حد يقدر يركب حمام سباحه؟ لا، بيركب في البيوت العاديه خالص. ما عندنا حضرتك من اول متر ونص في مترين. وارتفاع 44 سنتي، ده بيركب مثلا لو في عند حضرتك مثلا يعني ريسبشن واسع شويه، في بلكونه واسعه شويه، الروف برضه يركب فيه. مش لازم جنينه او جارد. طيب لو اتنين مقبلين على الزواج وبيختاروا ديكورات بيتهم، حضرتك تنصحهم بيه؟ والله احنا عندنا الديكورات من اول ورق الحائط، تمام، التشطيب، الجبسون بورد، كل ده متاح في شركه سكيب. بعد كده الفرش، اكيد هم هيعوزوا الفرش. الفرش متاح عندنا من اول الفرش الداخلي، الانتريهات موجوده، وبرده للروف موجود. وكله سهلنا للعميل كتير. يعني في عميل بيجي مثلا ظروف الحاله اللي احنا عايشينها ديت مش متاحه ان هو يدفع كاش. تمام. احنا دلوقتي عملنا عرض جديد في شركه سكيب، ان احنا بنقسط للعميل، بس تقسيط بدون فوائد. بمعنى النهارده لما ياخد مني العميل الطقم ده او الكرسي ده ب 4000، انا بقسط له 4000 بس، مش هنروح بعيد، هم 6 شهور بس. خدت بقى حضرتك؟ ايوه يا فندم. مفيش اي فايده عندنا. طيب دلوقتي مثلا يعني احنا عايزين نرجع تاني ونتكلم بشكل اكتر عن الرتان، ايه الخامات اللي تبقى مصنوعه منه؟ ما هو الرتان دوت ماده بلاستيك. بلاستيك عادي، بس احنا بنضيف عليه مواد كيماويه معالجه ضد الشمس. طيب احنا في فيديو تركيب حمام السباحه معانا على الشاشه. مظبوط كده يا فندم، احنا عندنا الفلتر اهوت احنا بنتكلم عنه. ده بيركب الجهه، عندنا الفلتر له جهه يمين وجهه شمال. الحمام السباحه في جهه عاليه وجهه نازله شويه، دايما العاليه دي اللي بتنزل، بتسحب من الموتور او بتسحب من الفلتر وتنزل، اللي هي تحت في حمام السباحه هي اللي بتسحب وتنقل الماء وترجعها تاني ايه حمام السباحه. طب ايه هي المواد المستخدمه؟ مواد البي في سي، يعني في جزئين بي في سي وبينهم شعيرات زجاجيه عشان تتحمل ضغط الميه وتتحمل اي عوامل جويه. ده الفلتر يا فندم اهوت، دي القطعه بتاعته كلها، ده التنظيف بتاعه. ده الجزء اللي هيركب في الجهه اللي هي الشمال اللي هي بتاع حمام السباحه، اللي هي الجزء العالي اللي بياخد من الفلتر. تمام كده. هي بتركب دوت الجزء التحتاني اللي هو بيسحب ميه من الحمام. دايما احنا عندنا في حمام السباحه دايما الفلتر، الجزء اللي جاي من تحت في اللي جاي من تحت في حمام السباحه بيبقى راكب فوق في الفلتر. والعكس، الجزء اللي جاي من تحت في الفلتر بيبقى راكب في الجزء الاعلى في حمام السباحه. طب لو في ست بيت، هل تقدر ان هي تنظف حمام السباحه ده بسهوله؟ ايوه طبعا، هو اصلا المفروض كل سيزون او كل موسم بيتنظف ويتطبق ويتعان. كل اللي احنا عملناه ده طريقه فك بقى. ده احنا عندنا ننظف الفلتر برضو، ديت حاجه مهمه جدا، مش تسيب الفلتر كده بالشمعه بتاعته. بنيجي فتره معينه مثلا لو اسبوعين ثلاثه بنفك الشمعه دي خالص ونغسلها زي ما حضرتك شايفه كده، غسيل عادي. يعني بالخرطوم او الخرطوم بتاع الجنينه عادي، بينضف وينضف بكل سهوله زي ما حضرتك شايفه كده. طب هل هو امن للاطفال؟ البسين حمام السباحه طبعا بول. هو اصلا عشان الاطفال تلعب. بدل ما يخش يلعب مثلا في بانيو يقعد يفتح ميه على الفاضي، ده بيتملى مره واحده ممكن يقعد لحد شهر، لان بنحط فيه اقراص كلور. يعني طفل اي سن يقدر ان هو ينزل البول ده ما يحصلوش؟ لا لا، ما احنا بنرفع الميه مقاس الطفل. الاحجام من قد ايه لقد ايه؟
وانا عندنا من 44 سنتي لحد متر و20 سنتي، متر و20 ده للكبار ممكن يملاه عادي ويقعد فيه او يلعب مع الولاد برضه. طب هو امان لدرجه ان هو ما ينزلش ميه؟ لا، ما هو دلوقتي احنا مصممينه او مصنوع بحيث ان هو غير بتاع زمان اللي زي العوامه اللي هو الهواء اقل حاجه بتخرمه، انما دوت طبقتين وطبقه فستون زجاجيه بيتحمل اكتر من القديم. تمام ماشي. طيب يعني انت عارف كويس قوي ان ستات البيوت دايما تحب ان هي تجدد الديكورات، تحب ان هي يعني تغير الفرش بتاعها كل 6 شهور، فتنصحها بايه؟ انصحها بانها يعني الفكره ازاي بالنسبه يعني للفرش المودرن، ايه كرسي عش العصفوره، اطقم مرتين، تنصحها بايه يعني عند الاختيار؟ هو عموما عندنا في جزء اللي هو بيبقى ياخد في كنبه بتاخد 3 افراد وكرسيين ولها بفات، دي ممكن تاخد العيله كلها. تمام. في ركنه على قد مثلا 2، وبرده في بف متحرك لو لسه بادئين، مفيش يعني الزحمه بتاعت الولاد والكلام ده، خدت بقى حضرتك؟ ايوه. وفي عندنا برضو اللي هي المرجحه اللي هي بتاعت اسمها بنسميها كوشه، بتاخد 3 افراد او فردين، هي مثلا لو لسه متجوزين ولاد برضو. طب احنا معانا كرسي عش العصفور على الشاشه، اشرحه لنا يا باشمهندس. ده كرسي الفردين ده بيشيل لحد 350 كيلو، ده ممكن بياخد فردين مع بعض، خدت بقى حضرتك؟ وثابت، الحديد بتاعه 3 مللي والقفص نفسه رتان معالج، خدت بقى حضرتك؟ وده نفس القفص برضو او نفس المرجيحة برضو، فردين 360 كيلو، ده فرد واحد. ده الفرد الواحد ده بياخد 200 كيلو. تمام. هو ممكن طبعا يتحط في البلكونة يبقى امن حسب المقاس، ما احنا عندنا المقاسات عشان تناسب البيت المصري كله. في حد عنده بلكونة صغيرة بيبقى فيه مقاس لها، في حد عنده مقاس كبير شوية بيبقى لها مقاس لها. تمام. ده بياخد طفلين جنب بعض. طيب ايه الفرق ما بين شغل الرتان والبامبو؟ البامبو احنا زي ما قلت لحضرتك في بدايه الحلقه ان البامبو دوت بيجي زي خرزان، وكان زمان بيتعمل بالنار عشان يتعوج، ويتدق بمسامير، فالمسامير ترجع تصدي والشمس تاكل تاكل البامبو، طبعا ده عوامل طبيعيه. فرجعنا تسددنا كل ده بالحديد امتن شويه عشان ده الحام، الحديد ده الحام كله لحام مغناطي. ايوه. فامتن من البامبو. طيب احنا بالنسبه للنجيله الصناعيه ممكن يعني نستغلها ازاي غير البلكونات والاسطح؟ هي البلكونات عندنا بالنسبه للنجيله، في نجيله بتبقى طويله شويه بنحطها على جدار البلكون، يعني عندنا 5 سم ديت النجيله معانا على الهواء مظبوط كده. في ديت دي بدايه 2 سم، دي بدايه 2 سم صناعه تركي، وفي منها الصناعه المصري بتاعتنا ديت 2 سم، في لحد 5 سم دي بتتحط على الجدار لما يكون البلكونه شكلها مش كده، او عاوزه مثلا بعد فيها بتحط الجدار كله يتعمل نجيله 5 سم. بيبقى فيها لون اصفر، بيبقى فيها مثلا اللون الشعرات الطبيعي بتاع النجيله اللي هو الشعرات الصفراء والشعرات الخضراء، وكان في شعرايه ميته يعني وشعرايه صحيه. طب في تخفيضات على الاسعار؟ في تخفيضات طبعا، احنا عاملين دلوقتي منزلين سيل كبير على الصفحه بتاعتنا، في بيبدا من خمسه، في منتجات 25 وفي منتجات 30 وفي منتجات 35%. تمام. طيب هي الصفحه اسمها ايه على الفيسبوك؟ كلمة سكيبة خالص، كلمة سهلة بالعربي، سكيب للديكور مش اسكيب، لا سكيب للديكور. طيب احنا معانا ارقام الباشمهندس اسامة على الشاشة للتواصل. تمام. اسمها شركة سكيب للديكور، يعني على الفيسبوك شركة سكيب، في انستجرام او اي حاجة تانية؟ كله نفس الاسم، انستجرام. طيب. تويتر، يوتيوب، كل الصفحات بتاعتنا هي كلمة واحدة، سكيب للديكور. اذا احنا يعني بنوجه رسالة لاي اتنين يعني داخلين على جواز، ان مش حكر على اللي معاه فلوس، انت تقدر ان انت تقسط بتقسيط بدون فوائد وفي عروض. بدون فوائد، احنا سهلنا العمل خالص، يعني معلش احنا الحمد لله مش عايزين حاجه من العميل ان هو يتبسط بس، او نسهل عليه العمل نظرا للظروف الصعبه اللي احنا عايشين فيها، ومش برضه ما طولناش المده عشان برضه ولا هو يزهق ولا احنا نزهق. 6 شهور اي منتج هتاخده مننا هو مده تقسيطه 6 شهور بس. طب عايزين نتكلم شويه عن الركنات بقى. ما هي الركنه بتحتاج مثلا معظم بتوع يعني شاليهات السخنه او الساحل الشمالي بياخدوا الركنات، بنبقى مصممينها مخصوص عشان الجو الخارجي ده، بيبقى الفرش بتاعها ووتر بروف عشان يتحمل ميه، لو جه عليها ميه بيتحمل شمس. ممكن تشيل الشلطه خالص كده ترميها في الميه ولا يحصل لها حاجه. تمام. طيب يعني حضرتك هل
يعني ممكن كرسي عيش العصفورة ده ممكن يتكسر بسهولة، أو ممكن حد مثلا يجي يقعد عليه يحصل مثلا إن هو يفك مثلا سلاسل؟ أنا بعرف إن هو بيبقى مثلا عامل زي المرجحة كده، أو في كراسي تبقى عاملة زي المرجحة، هل الحاجات دي بتبقى آمنة للأشخاص؟ برضه هي آمنة وبرضه خطر، يعني ممكن لو واحد جاب مشرط وقطع هيقطع، عشان نكون يعني حقيقية، كلها تبع المحافظة. لا يعني مثلا هل يعني حد مثلا مليان شوية قاعد عليه؟ لا، ما هو احنا الوقت ما جينا صنعنا الكرسي استحالة تلاقي حد 200 كيلو يقعد على كرسي، يعني احنا لا في يعني بس هو بس مش يقعد على الكرسي ده. احنا ما جينا صممنا هو في احجام للكرسي، يعني هو 200 كيلو ده مش الفرد مثلا زيي او زي حضرتك، اقصى حاجة له كام؟ 80 كيلو. فاحنا صنعناه ان هو يقبل لحد 200 كيلو، فبالتالي صعب ان هو يتكسر. ليه؟ لان احنا لما صممنا الكرسي لو صممناه على اساس ان هو ياخد 100 كيلو او 80 كيلو بعد سنه هيبوظ، فاحنا مدينا عمره في ان احنا صنعناه ان هو يتحمل لحد 200 كيلو، لما يقعد عليه 50 او 80 هيعيش اكتر. احنا معانا على الشاشه طريقه تصنيع كرسي الرتان. مظبوط يا فندم، هو الحديد اللي هو بيتلف عليه الرتان ده دهان مدهون دهان استاتيك، ايوه زي ما حضرتك شايفه، والناس متخيله ان هو بيعمل بسهوله، لا لا لا، ده هو بياخد وقت من العامل او الصنايعي اللي شغال فيه، بس احنا من عندنا ما شاء الله الفنانين بتوعنا شطار شويه، فممكن يطلعوا له في اليوم كرسي ولا اتنين. طيب هل لو جالك عريس وعروسه عايزين الوان مختلفه غير اللي موجوده في احنا يعني عندنا قائمه او كارتله الوان كتيره جدا، لا انت ممكن تصمم لهم لون هم معين هم عايزينه، واحنا كل الواننا بتناسب كل العملاء، يعني احنا ما فيش عندنا مثلا ابيض على الاحمر، لا انا عندنا كرسي ابيض وعايز اي لون تاني، ايوه عايز فوشيا احمر اخضر ازرق، اي لون محتاجه متاح عندنا. تمام. طيب يعني كلمنا اكتر عن كرسي عيش العصفوره، ممكن ان احنا نحطه فين تاني غير يعني اوضه النوم او الاسطح او البلكونه؟ هو احنا عيش العصفوره مطالب زيه زي الكرسي، زي اي كرسي حضرتك بتقعدي بيه، ممكن تحطيه في البلكونه، ممكن تحطيه في الليفينج، تحطيه في اوضه النوم، تحطيه في الجاردن تحت في الجنينه، تحطيه على الروف، هو زيه زي الكرسي بالظبط، ده استرخاء، وقت ما تحبي تسترخي تحطيه في المكان اللي حضرتك عايزاه. طيب هو سؤال بقى خارج الحلقه يا باشمهندس، يعني احنا عارفين ان انت عندك العاب اطفال وبيت لالعاب الاطفال، كلمنا عنها شويه. احنا في عندنا الترامبولين بانواعه كلها، كل انواع الترامبولين الخاصه بالاطفال، من اول الطفل اللي هو عنده سنه او اتنين اللي هو بيركب عليها ويتنطط ده متاح عندنا، وسعرها كويس بحدود 300 جنيه بدل العجله بتاعت زمان اللي كان بيمشي بيها وكان يعذب مامته، لا احنا ثبتناه ان هو ممكن يتعلق في اي حاجه كده يفضل يتنطط وخلاص. في الترامبولين اللي هو الكبير من اول متر 45 سنتي اللي هو اي حد بيركب عليه ويقعد ينط كده زي الجلد، ده من اول 45 سنتي، في متر و45 سنتي، في عند 180 سنتي والشبك بتاعه. طب وبيوت الاطفال بقى؟ بيوت الاطفال متاحه برضو، عندي بيوت اطفال بتبدا من اول حاجه 600 جنيه اللي هي لعب الاطفال الخاصه بالاولاد. والماتيريال بتاعتها امنه للاطفال؟ الماتيريال ماتيريال كلها يعني اورجانيك، وبعدين كلها استيراد من اماكن موثوق فيها، يعني احنا اطفالنا كلها يقدروا ان هم يستخدموها عادي. طيب يعني فرش الاوت دور بيشمل ايه؟ بيشمل ايه؟ كشف الاوت دور عندنا بيبدا من اول الكرسي اللي احنا اتكلمنا عليه اللي هو عيش العصفور، وعندنا في برضو مصنعين حاجه جديده خالص وجميله اللي هي السرير برضو استرخاء، ده متاح، وعندنا الاطقم الكراسي اللي بنستخدمها في الكافيهات، بنستخدمها في القرى السياحيه، بنستخدمها في قعداتنا في اي مكان. تمام، دي متاح. طيب انا بشكر حضرتك جدا. الله يخليك. يعني زي ما قلت اي عريس وعروسه محتاج ان هو يفرش بيته او يجدد بيته ما يقلقش، وهنحقق له حلمه مع شركة سكيب لديكورات. أنا بشكركم جدا وأشوفكم الأسبوع الجاي في تاني حلقة من برنامج دردشة مع يسرى الموسم التاني ليه.